نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. أعلن القاضي المستشار خلف العزاوي رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب ستعلن غدا في الساعة 10 صباحا على مدرج قصر العدر بالمزة، بعد أن تسلمت اللجنة جميع نتائج الدوائر الانتخابية من الدوائر الفرعية والبالغة 15 دائرة بعد دراسة الاعتراضات والبت فيها. تصعيد إرهابي جديد من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وانتهاك لخطة كوفي عنان عشية اجتماع بعض أطراف المعارضة السورية في القاهرة بهدف تعطيل الحلول السياسية. هذا التصعيد تجلى في سلسلة جرائم ارتكبها الإرهابيون بحق السوريين، منها اغتيالهم الشيخ عبد العزيز رشيد الهفل أحد شيوخ عشيرة العقيدات في دير الزور ونجله وسائقه جلال المحمد. والله هي مؤامرة من شان القضاء على سوريا وعلى دورها القومي الوطني، وهذا احنا كنا نرفضه ولا نقبله لا من بعيد ولا من قريب، لانه هذا الدور دور وطني يريد يقضون، لانه ما بقى غير سوري بالوطن العربي يريد يقضون على دورها، هذا المطلوب واحنا نرفض الحكي هذا. هذه المواقف دأب الشيخ عبد العزيز الهفل احد شيوخ عشيرة العقيدات على تأكيدها خلال ملتقى القبائل والعشائر السورية، وهي بكل تأكيد لم تعجب الذين يلعبون دور الأداة للغرب لتحقيق أهدافه الاستعمارية وتدمير المجتمع وترويع المواطنين ولو بالقتل. وفي التفاصيل، مجموعة إرهابية مسلحة تغتال الشيخ عبد العزيز الهفل ونجله رعد وسائقه جلال المحمد على طريق دير الزور ناحية الصور. فالوطن غالي كما الحرية غالية والديمقراطية عزيزة، إنما صدر من قرارات وحوارات ومن قوانين صدرت في سبيل تعزيز مسيرة الإصلاح، في سبيل زيادة اللحمة الوطنية، شيء يجب الوقوف عنده طويلا، لأنه هو الذي سيرسو بنا إلى البر الأمان، وعندما يترجم على أرض الواقع هو الوطن، فهذا الشيء الذي لا يمكن أن نسمح به ولا يمكن أن نقبله بأي ثمن كان. الشيخ عبد العزيز المعروف بمواقفه الوطنية الرافضة للتدخل الخارجي وأعمال القتل والتخريب وترويع الآمنين التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة، أكد خلال ملتقى القبائل والعشائر أن أبناء العشائر والقبائل وبالتضافر مع كل مكونات الشعب السوري سيدافعون عن وطنهم الغالي، والعشائر السورية ستقدم الغالي والنفيس للحفاظ على كل ذرة تراب من سوريا. وفد من بعثة المراقبين زار موقع الجريمة ليوثق بأم العين جرائم الإرهابيين الذين ما فتئوا لحظة واحدة في خرق خطة عنان وتعطيل الحلول السياسية تنفيذا لأوامر مشغليهم من داعمي وممولي إرهابهم. وقد دأبت هذه المجموعات الإرهابية على استهداف الكوادر العلمية الوطنية من مختلف الاختصاصات والشخصيات المجتمعية ذات الدور المتميز وطنيا، بما يدلل على دورها الإجرامي المأجور في خدمة مشاريع أعداء سوريا وشعبها. في إطار استهداف الإرهابيين للكفاءات الوطنية، اغتالت مجموعة إرهابية مسلحة العقيد أحمد سلمان معلا في منطقة جوبر بدمشق. وأوضح مصدر لمراسل الأخبار أن المجموعة الإرهابية المكونة من 5 أفراد فتحت النار على العقيد معلا أمام منزله في جوبر أثناء ذهابه لعمله، ما أدى إلى استشهاده. وفي درعا اغتالت مجموعة إرهابية مسلحة المقدم قيس ساروت من فرع الأمن الجنائي بدرعا وسائقه. ونقل مراسل الأخبار عن مصدر في المحافظة قوله إن مجموعة إرهابية تستقل سيارتين استهدفت بنيران أسلحتها الرشاشة المقدم ساروت عند خروجه من صالون حلاقة خلف بناء مجلس المدينة بمنطقة المحطة بدرعا البلد، ما أدى إلى استشهاده على الفور، فيما عثر على جثة سائقه ضياء الشوفي الذي اختطفه الإرهابيون بعد إصابته لدى محاولته مقاومة الإرهابيين في شارع السويدان بالمدينة. ووسط هذا التصعيد الإرهابي بحق سوريا، أكد نائب وزير الخارجية الروسي غنادي غاتيلوف أن بلاده ستحبط أي قرارات في مجلس الأمن تتيح تدخلا عسكريا في سوريا، لافتا إلى أن تنظيم القاعدة يقف خلف الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها سوريا خلال الأيام الماضية. وقال غاتيلوف إن روسيا لن تسمح بتمرير أي قرارات مميعة ولا سيما تلك التي تتعلق باستخدام القوة، معبرا عن الأمل بعدم حدوث
أي سيناريو عسكري والتوصل إلى حل سياسي. وشدد جاتيلوف على أن مجلس الأمن لا ينظر حاليا في أي قرارات حول سوريا وليست هناك ضرورة لذلك، لافتا إلى أن الأسرة الدولية تميل بصورة متزايدة إلى وجوب تنفيذ خطة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا كوفي عنان. وقال جاتيلوف إن تنظيم القاعدة ومجموعات متحالفة معه تقف خلف الاعتداءات التي شهدتها سوريا خلال الأيام الماضية، ورأى أن المجابهة في سوريا تتخذ طابعا طويل الأمد مقارنة بالفترة السابقة، لافتا إلى وجود تأييد جدي للحكومة السورية بين السوريين. وفي سياق آخر أشار جاتيلوف إلى أن موسكو لا ترى آفاقا لبدء محادثات مباشرة بين ممثلي السلطات السورية والمعارضة في الفترة القريبة القادمة دون أن يستبعد إخفاق المؤتمر المزمع عقده بعد غد في القاهرة لتوحيد المعارضة السورية بسبب تشتت هذه المعارضة إلى أقصى الحدود. وبيّن جاتيلوف أن موسكو تجري اتصالات مع المعارضة الخارجية واقترحت عليهم المجيء إلى موسكو، ولكن لم يرد جواب منهم حتى الآن. وحول التعاون العسكري الروسي السوري، أكد جاتيلوف أن روسيا لا تعتزم وقف تعاونها العسكري التقني مع سوريا، لافتا إلى أن جميع إرساليات الأسلحة تجري على أسس قانونية. وفي موسكو أيضا أكد نائب رئيس لجنة التضامن مع الشعب السوري مراد موسين أنه اطلع بشكل ميداني على جانب مما يحدث في سوريا من عمليات إرهابية تقوم بها جماعات راديكالية مسلحة، وأن سوريا تريد القضاء على الإرهاب الدولي الذي تدعمه دول عربية وأجنبية. ودعا موسين في حوار مع قناة روسيا اليوم مجلس الأمن الدولي إلى إقرار حظر دوليا على هذه الدول. ولفت موسين إلى وجود مسلحين عرب وأجانب في سوريا استطاعت مجموعة إعلامية روسية مستقلة رصد بعضهم، إضافة إلى رصد كميات كبيرة من الأسلحة لديهم. وأوضح موسين أن بعض الإرهابيين تسللوا عبر الحدود التركية إلى سوريا وشنوا الهجمات الإرهابية ضد المقرات الحكومية السورية المدنية والعسكرية. وقال موسين إن المركز الدولي للإرهاب هو في قطر التي تأتي منها الأسلحة وتدعم المسلحين بملايين الدولارات، فهي تساهم في تمويل الإرهاب، والسعودية ليست بعيدة عن ذلك أيضا. وأشار إلى أن ما يحدث في المنطقة سيطول قطر والسعودية، وأن أيامهما باتت معدودة لأنهما بلدان يحكمهما طغاة، وتعاني كلا الدولتين من مشاكل داخلية كثيرة. وأوضح موسين أن الإدارة الأمريكية تدعم الإرهابيين في سوريا بهدف تطويع الحكومة السورية لتقديم الولاء لها خدمة لمصالح واشنطن في المنطقة. وفي هذه الأثناء أدان محللون ومواطنون روس التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في منطقة القزاز بدمشق، مؤكدين بأن القوى التي تدعم الأهم أعمال الإرهابية في سوريا تهدف إلى إفشال خطة عنان. يد الإرهاب الآثمة التي امتدت إلى دمشق وقتلت الأبرياء من أبنائها تجد أشد الإدانة والشجب في روسيا الرسمية والشعبية التي ترى أن سوريا تتعرض لهجمة إرهابية حاقدة تمولها وتسلحها ممالك ومشيخات الخليج وتركيا وأسيادهم في عواصم الغرب الاستعماري. إن التفجيرين الإرهابيين في دمشق جريمة نكرة وعمل وحشي يتناقض مع تعاليم الإسلام وقواعد الأخلاق الإنسانية، وأنا على يقين بأن الموقف الروسي الرسمي سيصبح أشد حزما بعد هذه الأعمال الإرهابية إزاء ما يسمى بالمعارضة وأصدقاء سوريا المزعومين الذين يلجؤون إلى ارتكاب هذه الجرائم الوحشية. إن سوريا هي اليوم بلد يؤثر على مسير العالم بأسره، والغرب يحاول أن يحل مشاكله الكونية عبر سوريا والنيل من استقلالها وسيادتها ومصالح مواطنيها ليتمكن من بلوغ أهدافه المغرضة. إن العمليات الإرهابية في سوريا هي جريمة نكراء، وهذه الأعمال تعيد إلى أذهان المواطنين الروس تلك الأحداث الإرهابية التي وقعت في مترو الأنفاق، ولذلك فإن المواطنين الروس يشاطرون السوريين آلامهم وأحزانهم. إن هدف هذه الأعمال الإرهابية بشكل عام يكمن في ترويع الشعب السوري، ولكن ليس من السهل تحطيم إرادة السوريين الذين يتمتعون بشعور عال من المسؤولية الداخلية، ولذلك فإن بإمكانهم التغلب على كل مظاهر الإرهاب.
إن موقف موسكو الرسمي في عهد الرئيس فلاديمير بوتين سيواصل نهج الشراكة الاستراتيجية مع سوريا وتقديم كل ما يمكن من مساعدة لها، وستنسق روسيا مواقفها مع الدول الصديقة، وهذا ما يوحي بالثقة بأن سوريا ستتمكن من تجاوز صعوباتها الحالية. أنا أؤيد سوريا وسياسة الرئيس بشار الأسد وأدين الأعمال الإرهابية لأنها موجهة ضد الشعب السوري، وبما أن الإرهاب ضد البشرية فلا يجوز التساهل معه أبدا. لا يوجد في روسيا شخص واحد يدعم الإرهاب، ونحن أنفسنا عانين من الأعمال الإرهابية ونرى أن قوى الغرب وأتباعها تحاول تقويض الوضع في سوريا. إن الأعمال الإرهابية في سوريا موجهة ضد الإنسانية ولا يمكن تبريرها بأي أهداف سياسية، وإن واقع ارتكاب هذه الجرائم الفظيعة يدل على الوجه الحقيقي لمن يسمون أنفسهم بالمعارضة. سوريا وروسيا تربطهما علاقات صداقة وطيدة، والأعمال الإرهابية في سوريا ناجمة عن التطرف، ونعرف من يشجع ويحرض عليها، ونعرف من هي إسرائيل وحماتها من وراء المحيط. روسيا وإلى جانب إدانتها للتفجيرين الإرهابيين في دمشق تجدد ثبات موقفها الداعم لسوريا ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية. الساسة والمحللون والمواطنون الروس يرون أن الأعمال الإرهابية لن تتمكن من إخضاع سوريا الشامخة ولا تدل سوى على إفلاس المجرمين ومحاولاتهم اليائسة للنيل من عزة سوريا وكرامتها. فهد كمناقشة، تلفزيون العربي السوري، موسكو. وزير التربية الدكتور صالح الراشد يطلع على حجم الأضرار في المعاهد والمدارس التي تعرضت للتخريب نتيجة التفجيرين الإرهابيين اللذين ضربا منطقة القزاز بدمشق. لم تسلم المعاهد والمدارس من التخريب والدمار من التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا منطقة القزاز بدمشق. وقد تفقد الدكتور صالح الراشد وزير التربية المدارس والمعاهد التي تعرضت للدمار بسبب هذين التفجيرين الإرهابيين. كأولويات الوزارة أن تعود الحياة المهنية إلى سابق أهدها بشكل جيد، ونتجاوز هذا التحدي، ونعتبر أن استمرار الحياة التعليمية هو تحدي، لأن إرادة من يقوم بهذا العمل هو ضرب الاستقرار وتخريب الحياة العادية للإخوة المواطنين سواء كانوا طلابا أو مدرسين أو مجتمع بشكل عام. وعلى الرغم من آثار الدمار والتخريب الذي طال المدارس والمعاهد، إلا أن الطلبة والتلاميذ يصرون على مواصلة عامهم الدراسي كاملا وخوض الامتحانات النهائية، متجاوزين آلام المحنة وانعكاساتها للوصول إلى أهداف التعليم السامية. دراستنا أكيد ما راح تتوقف وما راح يوقفوها، يعني نهائيا ما راح يوقفوها، هاي دراستنا أكيد. يعني هاي مش بس بيعطل التعليم، يعني بسوريا كلها بيوقفوا مستقبل الشباب، يعني هذا عمل إجرامي لا دين ولا عقل. ونحن شو ما عملوا رح نضل ندرس ونكمل أكيد. يعني الشباب كلها انكسروا وقعوا على الأرض والإزاز هروا. وقت صار الانفجار أنا طلعت شوف شو ساوي، بس لقيت المدرسة هار بالورا فجرت كلياتها وصار الإزاز كلياتها وقع على الأرض وراح كل البنات يطلعوا من المدرسة. فمهما عاثت يد الإجرام تخريبا بالمناهل التعليمية لن تجد إلا سوريين يقارعون بأقلامهم فكرا أسودا ويرفضون ثقافة القتل والتدمير ونشر الفوضى. موقع تفجيري مفرق القزاز الإرهابيين كان مقصدا لوفد إعلامي وأكاديمي روسي، وعبر هذا الوفد عن تضامنه مع سوريا في مواجهة الإرهاب. الوفد وخلال زيارته موقع التفجيرين الإرهابيين في القزاز إضافة إلى منطقة الجمارك في دمشق أكد أن هذه الأعمال الإرهابية هي انتهاك لمبادئ القانون والنظام وحقوق الإنسان والتسوية السلمية للمنازعات. كما شدد الوفد على أن الإرهاب غير مقبول أيا كان من يرتكبه وأيا كانت أسبابه وحيثما ارتكب، خاصة وأنه يعد واحدا من أشد الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين.
عندما كنت في موسكو رأيت صورة ما جرى في دمشق، ولكنني لم أتخيل مطلقا أن تكون الكارثة كما أراها بعيني عندما رأيت حجم الدمار الهائل في المنطقة نتيجة العمل الإرهابي.